قدر يتغلغل ويسيطر تماما على جماعة الإخوان المسلمين، وده بالمعلومات جماعة النظام الخاص، المرشد السابق مصطفى مشهور والمجموعة اللي كانت حواليه، هم فعلا اللي أعادوا صياغة وتفكير الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين في المرحلة الجديدة أو في فترة السبعينات. وبالتالي أنت لما تبقى ده رؤيتك للناس، أنت مش جزء من الناس. وحتى لو فضل جزء من جماعة الإخوان المسلمين جماعة الإخوان المسلمين اللي احنا عارفينها، أو كما حتى أنشأها حسن البنا لا وجود لها الآن، كانت موجود جزء منها قبل الحل الأول اللي عمله عبد الناصر، الحل الأول للجماعة في أوائل 54. لكن مع فترة الإحياء كان في طيارين، بس الطيار الأكبر هو طيار النظام الخاص وأفكار وعقيدة ورؤية النظام الخاص، هي اللي شكلت كمان الأجيال الجديدة والكوادر. يمكن انت لما تقري المقدمة هتكتشفي بأنه ده اللي خلاني وقفت، بأنه سنة 2002 لما توفى أستاذ مصطفى مشهور وحضرت الجنازة، حالة الرفض عند الكوادر الرهيبة والقيادات اللي هي المتفتحة اللي بتيجي تتعامل معانا، دول مش هم دول، لأنه كان لسه في آثار لفكرة الدعوي وفكرة العمل العنف أو الرفض أو رفض الآخر أو العزلة الشعورية أو الغياب عن المجتمع أو رفض المجتمع. لكن دلوقتي مفيش جماعة، الجماعة دي مش موجودة، لأنك هتلاقي إن كل اللي طالب بفكرة إصلاح الدعوة أو بعملية الشفافية داخل الجماعة ما بقاش داخل الجماعة، كلهم يا إما كان تم تحييدهم أثناء وجودهم داخل الجماعة أو بره الجماعة.